الهدف من تنظيم هذا يعني المهرجان الثقافة الكورية، أسبوع الثقافة الكورية، يعني أول هدف هو من أجل تعريف الثقافة الكورية من طرف المغاربة هنايا، وخلال من خلال البرنامج ديال هذا الأسبوع الثقافي الكوري كاين تنظيم كيف شفتوا معنا ديال عرض موسيقي كوري، وكيف قلت لكم من أجل تعريف الثقافة من طرف المغاربة. وثاني حاجة كاين تنظيم ديال جوج أفلام كورية غادي تعرض اليوم وغدا إن شاء الله، كذلك يعني من أجل استقطاب يعني عدد كبير من المغاربة لاستكشاف هذه الثقافة، هذه الثقافة الكورية.